الموبايل نشوف هاد القضيه ديالي حيت عندي حرف التليفون بواحد الطريقه غير حرك على الوصف. المهم نتمنوا يتشد مزيان. وعليكم السلام خوتي خواتاتي، اهلا وسهلا بالجميع. المهم اليوم كان تعذر واحد العطب انا خويا محسن، فكان واحد المشكل مع الاخ محمد بليل اللي هو صديق اللي قلت لكم عليه كيعيش يعني ديما كيتبع التيمبورادات. واحد السيد المهم مغربي كيتواجد حاليا في ولبا، وتقريبا هذه اكثر من 4 شهور هو راه خدام تما، وكل سنه كيمشي يخدم. الحمد لله اختي ليلى، اللهم لك الحمد. فاليوم للاسف يعني مع الوحده ونص جوج لاروب اتصلت به، ولكن هو في الفيسبوك كان عنده واحد المشكل اصلا الريزو، حيت منطقه هي ماشي شي منطقه يعني نقولوا حنايا حضاريه 100%، يعني الريزو كيمشي وكيجي رغم الناس اللي مسكين حاول انه يعصب ثاني وبدل هو الفيسبوك اللي كان عنده. فلقينا واحد يعني مشكله انه خصو يقلب عليا وانا نقلب عليه، ففي الاخر لقيتو من بعد درتو الاضافه للجروب باش يقدر يدخل معنا كاملين ونقدروا كلنا نعرفوه. واخيرا استقبل الدعوه، راه معنا في المجموعه وطاقيت الاسم ديالو باش يبان. رغم لقيت هذاك المشكل، فكان عندي واحد الحوار مع واحد السيده اخرى اللي هو كان صوت اوديو ودرسنا وياها. المهم حتى هي نفس الهضره كيقول هذا الاخ، يعني كاين هذوك العيالات اللي كيقلبوا على المساله ديال استغلال الفيزا اللي تعطات ليهم. بزاف كيقولوا ان فيزا مدرحه، يعني ماشي فيزا يعني وثيقه صالحه للعيش ولا العمل هنايا، لان هي باش من فتره المرور فقط. لان كيقول لك بزاف ديال النصارى كيتواجدوا يعني كيندهشوا لواحد العدد كبير ديال النساء العاملات الجداد اللي هما ما طلبوهمش. يعني مثلا الا كنطلب الخيفي او الباترون طلب 100 ولا 200 كيلقى مدوبله، كيلقى 300 ولا 400. فمين كيجي يشوف هاد الاسماء ديال هاد الناس، انا كنعطي مثلا يعني ماشي كنقول لكم انايا شفت بعينيا، ولكن كيقول لك تصادفوا ان كاين واحد العدد كبير، يعني في كل 100 عامله كيدخلوا 5 ولا 6 ديال الناس باش ما يعاقوش بهم. فكيدخل فالنصري مين كيشوف العقد ما عندوش مع السيده دي طلب، يعني طالما ما كاينش واحد العقد ما غاديش يقدر يخليها عنده لا في الملجأ اللي كيعطيه واحد الديور كيتسمى بحال البيرغيس، هما ديور مخصصين للعمال، وكاين اللي عنده كاري في جهه اخرى. المهم كتبقى مساله كتعلق بالعمل، فحتى كاع على فرضنا هاد السيده غتخدم كاين اللي كيخدمها نهار ولا يومين، لان جيتي من المغرب باش تخدمي بلا كونترا. فمي كيلقاش الكونترا او لما كيلقاش العقد فهو كيحبس كيقول لا ما نقدرش تخدمي معايا لاني انا ما طلبتكش. كيفاش جات الله اعلم. هذا هو واحد من الاسباب اللي كتخلي هاد النوع ديال الناس ما كيقدروش يمشيو يبلغوا، لان كيفاش غادي تبلغ وانت اصلا جاي بطريقه غير شرعيه وغتفضح وغتبان وغتكشف عليها الاكثر كيسكتوا. فمن هذوك الناس اللي كيحاولوا كيخلقوا ديك المساله ديال ان كاين واحد الاعتداء جنسي استغلال وكذا وهذه، فهاد الناس كياكدوا ان ما كاينش هاد الهضره كامله. الناس كتمشي معززه مكرمه كتمارس المهنه اللي هي كيلقطوا تما الفريز والفرامبويس ومهم وفواكه اخرى اللي معروف بك المنطقه، ولكن ما كاين لا شي غصب ولا اغتصاب ولا يعني ما كاينش استغلال ولا شي حاجه. بالعكس المشكل اللي كان كيبان ثاني هو ان حيت انا كنتمنى دابا يشوفني ويدخل معايا في اللايف باش نهضر انا وياه قدامكم كاملين. الا كان شي واحد الله يخليكم راه الاسم ديالو مكتوب، انا حيت دابا يديا نتوما كتشوفوا ما غاديش نقدر نكتب السميه ديالو، ما نقدرش نطاقي. الا الله يخليكم شي واحد ممكن يكتب الاسم ديالو سميتو محمد بليل، كتبوه وطاقيوه باش يقدر يجي عنده الميساج. انا طاقيته باقي دابا ما بانش، كتبوا السميه ديالو باش يظهر ويطلع معنا ان شاء الله ويناقش معنا القضيه ويعاود لينا هو صوت وصوره على اللي كاين تما في المجريات اللي كتوقع في المنطقه. غير المهم هاد السيده هذه يعني كتاكد ان راه ما كاينش هادشي، ما كاين لا استغلال ولا ضرب ولا شي حاجه. غير الله يسمح لهم هذوك الناس هذوك 4 ولا 5 ولا 15 مرة اللي هما في حاله لاجئين، لانهم جايين هنايا كيقولوا اعتدوا علينا وضربونا وتكرسوا علينا، رغم ان ما كيذكرش المغاربه، يعني كيقولوا كلين كارغادو
ما عرفناش الاصل ديال اللينك كارغو شكون هو، واش نصراني ولا مغربي، ولكن اللي عرفت انه مذكور في كذا مقاله في الفيسبوك وفي في سوشيال ميديا كيقول لك اودي راه اسبانيول 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 اسبانيول. انا ماشي كندعم الاسبانيول او لا كندافع على الاسبان، انما كندافع على واحد الحاجه اللي هي تشويه الصوره لهاد الناس هادو، ان الى غدا وبعد غدا بقاو مستمرين في هاد الهبال غادي في الاخر الناس راه غيقطعوا يديهم، ما يبقاوش يطلعوا شي واحد، يعني خمسه الناس غتوسخ يعني غادي ماشي توسخ، انما غادي هي فعلا توسخ السمعه ديال شحال من المغربيه. لان كما قلت واحد مره، الا كان شي واحد كيقول لك لا اللي كيطلعوا كيخدموا هنايا راه رجال ديالهم، كي يعني ماشي رجال ان كيسمح لهم، نحب نقول لكم ان كاع اللي كتسمى ارمله راه ما عندها الحق تطلع، لان طالما عندها ارمله وعندها اطفال راه يعني ما عندهاش اللي غادي يعاونها. فهذه كتسمى واحده من الناس اللي كيقبلوا عليهم في الاختيار ديال العاملات ولا الاجيرات ديال الولوة. والمطلقات بدون اطفال راه ما كيطلعوش، لان انا كنطلقوا ما عندهاش دري صغار راه ما كتطلعش. وحتى كاع اللي كتمطلقه عند الاطفال بعض المرات ما كتقبلش، علاش؟ حيت بات الولاد باقي على قيد الحياه ويقدر يصرف على وليداته. ف هاد الناس هادو انا ما غاديش نقول بحثوا وقلبوا وشوفوا كيفاش جاوا وكيفاش دخلوا لاوروبا، هذه كتبقى خاصه اختصاص ديال السلطات المعنيه بالامر، انا ما شغليش. انا بغيت نبين ان راه ولبه ونساء ولبه راه الاعتداء اداء ولو كان نسبي، اي امراه كيما بغات تكون ما تقولش لك لا انا راه ما عنديش اللغه وانا مسكينه فقيره ودرويشه وانا هذه، الهضره ما كتدخلش العقل، لان كاين القانون. وتا واحد ما بقى مازال الناس هذو راه ما كيجيبوش من الصحراء ولا كيجيبوهم ورا البقر ولا كيجيبوهم تحت الارض، الناس راه واعيه، كل شيء كيعرف الواتساب، كل شيء كيعرف كل شيء كيعرف. لا اختي سميتو محمد بليل ماشي محمد محمد، ومحمد ما كتكتبش محمد هكا، كتكتب ام او او ام او او. الا قريتي السميه ديال اللايف غتلقاي ان السميه ديالو مذكوره، كتبتها راه مكتوبه في السميه ديال اللايف. كما قلت لكم الناس هادو راه ما يمكنش شي واحد غادي يعني يكون كل اختار الدرجه دي. كيما واحد السيده تاني ما بغاش تذكر الاسم ديالها، كتقول في واحد المقال ان كانوا كيجيبوا النساء او ولاد الخدامات وكانوا كيحطوهم كيستفوهم على الحيط في واحد الشومبر، كيقوموا باغتصابهم وحده تلو الاخرى. الى هذا الشيء ما كيتمارش، يعني هذا الشيء ما كيتمارش حتى في الدول يعني اللي متعنفه، يعني الدول اللي هي سوفاج، يعني الناس اللي باقيين، فما بالك دوله مغربيه معيشه لاصقه في اوروبا وكاين تقدم في المغرب، يعني من جهه العقليه من جهه العقل، فما يمكنش هذا الشيء غيكون كيتمارس. اللي يسمع هو اللي باغي يقول لك هذا مكان جهنم فيه غوانتانامو التعذيب، هذا الشيء ما كاينش منه. وديك الصورة اللي كيبغيو يديروا راه كما قلت لكم راه حتى من السانديكاتوس والجمعيات اللي تابعة العمال غادي لما قالوا انهم غادي يتابعوا هذوك المقالات اللي كتبوهم، لان هادشي ده ما كاينش. واي واحد كيتعدى عليه شي واحد راه كاين كيلجأ للقضاء كما هو معروف، وطالما الناس هادو ما رجعوش ما تجوش للقضاء الا وكاين شي حاجة موراهم او لكن شي سر. وهذاك السر هو اللي انا ماشي كنبغي نفضحو، انا ما كنبغي ننور الناس باش يعرفوا شنو كاين، لان لقيت خوتنا المغاربه الله يهديهم حتى هما لقاو هذه المساله هذه ك طريقه باش ياكلوا بطر في خبز، وزقوا كينشروا في الصحف وكينشروا في الفيسبوك وكيديروا في اليوتيوب في القنوات على اساس انهم زعما هما راه مع القضيه دي. باش تدافع عليها اول حاجه سير سول عليها واش كاين ولا ما كايناش، اول حاجه سير بحث وسول عليها وعرف الناس شتي واش كاين بصح ولا ما كاينش بصح. انت شتي فيديو تحط او لا شتي شي حماق تكتب، مشيتي كتهزو كتقول لهم شوف اخوتي كيتعداو على بنات بلادنا كيديروا كيفعلوا كيتركوا. لا لكننا غادي نفضحوا الفساد اللي كاين في الحكومه ديالنا هو الاول، ونشوفوا الزبايل اللي كتوقع في الرئاسه وفي الحكومه وفي حوايج اخرين هما الاولين، كما واقفين في المساله ديال المقاطعون، لا ضد موازين ضد الحليب ولا ضد داك يعني داك الغلاء وداك الشيء كامل. ولكن انسان شاف واحد الحاجه، انا كنهضر مع الناس اللي عايشين في غلبه والعمال ديال غلبه، ولو كاع اقتضى الامر نسافر حتى لغلبه نمشي لغلبه ونشوف بعينيا ونسول الناس تمايا. ولكن كيعاودوا ان كاين واحد المغربي هو اللي ارتكب ديك الجريمه ديال اغتصب واحد السيده ومحاوله اغتصاب متكرره، وطحت عليه واحد يعني واحد المده ديال السجن يعني فوق
تقريبا 30 فوق 30 سنة سجن، هذه ما بقى مازال عنده فين يزيد، في واحد ما عرفتش واش مرا ولا جوج العائلات في المنطقة ديال الوعر. من غير هادشي هذا ما كاين حتى شي حاجة أخرى، ونتمنى شي واحد يبرهن أو يثبت أن كاين قضايا ضد النصراني اللي كيقولوا، وهاد النصراني الآخر اللي كيقولوا عليه، وهاد الأسماء كاملين، إن ما نخلطوش، لكن نهضروا على المسؤول اللي كيكون هو الكابران او اللي كيمشي عباد الله وكيدير المراقب ديال العمل، كيكونوا اغلب يكونوا مغاربه، هذيك حاجه اخرى. ولاد بلادنا هادو، ولا كان ولد بلادي انا غيتكرفس على بنت بلادي، الساعه ما ندخلش انا معايا مسائل اللي عندها علاقه بالسياسه ديال الدوله، لان هاد الناس هادو كيعرفوا القانون وكيعرفوا كيلتزموا بالعقود وكيعرفوا كل شيء بالقانون. ما يمكنش غادي يجيب السيده من المغرب عندها 4 ولا 7 الاولاد ومكرفصه، حاله مسكينه، حالتها حاله تشفي العديان، لا يعني لا صحبقات لا جمال لا والو، جايه مسكينه ما كتقلبش على الجمال، جايه كتلقط في الفريز، وغادي غادي غادي يمشي لهاد السيده هذه اللي ما مسكينه ما بقى في صحتها والو. يعني ما تنصراني ده، ما شنو بالو فيها، شنو بالو يعني الحداقه كما قلت لك النار، شنو يعني شنو كيموت على المسمن، كيشم ريحه المسمن من تما، كيقول لك شكون كطيب هذا العجب زوين، راه نغتصبها، هذه ما كايناش اخوتي، ما كاينش هذا الحماق هذا كامل. المهم نتمنى الاخ يدخل معنا في اللايف، واخا انا كننتظر فيه يبان وباقي ما بانش، ولا غادي ندير حاجه، غادي نتصل بيه في التليفون، فين نعيط ليه، انا كان علي نعيط ليه قبيله باش نقول ليه فلان راه داخل في اللايف ويدخل معنا، لانه مسكين هو كيسالي الخدمه ديالو، كيبداو مع 7 وكيسالو مع 2 دولارو، ومن بعد كتقلع العشيه خاويه. فانا الصراحه والله العظيم كنت بغيت ندخلوه ونشوفوه حتى اللي بغى يتصل بيه، كيما شفتوا الاخوان راه ماشي غادي نكذب على شي واحد، وماشي غنجيب شي حاجه من عندي، حتى اللي بغى يتواصل معاه راه الفيسبوك ديالو مكتوب، واللي بان ليه تما يقدر يهضر معاه ويسولو على احوال الدعوه. الاسم ديالو غنشوف شحال من مره اتصلت بيه اليوم، محمد بليل، ردوا لي شحال من مره اتصلت بيه اليوم، ماشي مره ماشي جوج اليوم، هادشي اوي شحال من مرة كنت كنتصل بيه باش نقدو المسائل بيناتنا، على حساب التسجيل ولا حساب هادي البارح، ولكن شوفوا اليوم عاد تقدر تسمع، هيا 2:04 ومن بعد 2:27، وبقينا غاديين غاديين وغاديين وغاديين وحنا في التواصل باش نقدروا يعني نحلوا المشكل ويقدر يدخل معنا في اللايف. المهم غادي نعيط ليه دابا، ها هو شوف اللي عنده الريزو. الو السلام عليكم خي محمد. اللهم لك الحمد، اسمح لي راه عذبتك اليوم، راني قلت لك قبيله راه كرفستك معايا اليوم. المهم راني داير اللايف، ولكن انت داخل انت كتبها السلام لا 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 لا، هذاك الفيديو ديال البارح، شوف هذاك الفيديو اللي كتبتي لي فيه شتك، كتبتي لي هذاك ديال البارح، واخا شوف دابا انا دابا انا داخل، دابا انا داخل اسمعني، دابا انا داخل سمعتي، دخل الجروب وغتلقى الفيديو ديالي خدام، دابا غادخل غتكتب ليا، ولكن هاك ديال البارح راه قلت لك دابا انا مكونيكتي، دابا انا مكونيكتي، انا دابا كنهضر معاكم مكونيكتي، ودابا انا لا افهمني، دابا انت يا واش داخل، دابا انت تقدر تدخل، واخا ها نشوف، دخل كتب لي غتلقى فيديو ديالي دارو كاسكيطه، راه ماشي ديال البارح، هذاك راه ديال البارح، دخل غتلقاني داير فيديو دابا كنهضر فيه، غادي هيت كتب السلام، انا غادي ندخلك، انا ندخلك من تحت عندي، صافي يلا شكرا اخي محمد. كيما سمعتوا ها هو دابا يلا هضرت معاه، هو مسكين شاف الفيديو كيتصحاب ديال اليوم، كي قلت لي ما عرفتش كيفاش نصيفط لك الفيديوهات يعني باش يدخل معايا في الكام، هذاك الفيديو ديال البارح، حيت البارح جا عندي هنايا قضينا واحد الشغل في الصباح، ودابا راه رجع بالبارح بالليل، رجع هو البارح يتخدم اليوم،
ودابا قالك غادي يدخل، نتمنى دابا مين يدخل الفيسبوك يكتب اي، المهم غادي ناجوتيه الا كان عنده الكاميرا، يا ربي امين، ونقدروا نهضروا معاه كاملين، وديك الساعه الخوت يقدروا يكتبوا وهو راه غادي يجاوبكم. وما مرة سمعتو الصوت ديالو فاش هضرت معاه. ها هو دخل كيقول لي السلام، سالو دار عاصم بيض سالودو. كان للاسف كيبان لي ما عندوش يمكن الكاميرا. مالوزمون ما عندوش كاميرا. هولا مامادو، كي هاي بوكاري era كوناري نو كوناري كي دار هومبري تو بيان كيرا هابلا كون ماري كارمن. venga vale pues toca la puerta y háblale. وعليكم السلام خويا محمد. سي باسا باسا تو انترا انترا. خويا محمد الا كتسمع فيا دابا راك انت معانا، ولكن المشكله ما عندش الكاميرا لتحت، هذا هو المشكل. ما عارف شنو غادي ندير، الكاميرا ما طلعش، طلع الاخت ليلى، طالعين بزاف ديال الناس طلع لهم الكاميرا ولكن حتى ما طلعش الكاميرا. المهم اللي نقدر ندير هو حاجه اخرى نقدر نديروها، لان التليفون دابا راه عندي جوج. غادي كيبان لي غنتواصل معاك انا في اخ محمد، غادي نتصل معاك بالفيديو جماعه ديال الواتساب، وبالطريقه هذه نقدروا نهضروا معاك دقه واحده. خي محمد اللي كتسمعني راني كنعيط لك في الواتساب في الفيديو. ها هو السيد. وعليكم السلام خي محمد، انا كنسمعك. شوف راه حيت ما عنديش كيفاش ندير ندخلك هنايا. انا كنسمعك، انا كنسمعك، واهدر انا كنسمعك اصاحبي. الو كنسمعك، كنسمعك محمد، وانا كنسمعك ما تسمعنيش. وشوف انا دابا ما عندي، ما عندكش، ما نقدرش. شوف ما نقدرش انا ندخلك الفيسبوك، ما نقدرش ندخلك لانك ما كتسمع كيشوفوكش، ما عندكش كاميرا. ولا انت ما عندكش الفيديو شوف الفيديو ما عندكش في الفيسبوك، فقلت انا نعيط لك في الواتساب. وداك الشيء اللي كتعرف انت على هذه القضيه اللي وقعت في ولبا، يا ريت لو كنت تقولها لهاد الناس هادو حيت كيشوفوا فينا. واخا القضية ديال العيال اللي كيغتصبوهم وكيضربوهم وكيتعدوا عليهم النصارى. خليهم يشوفوا. كيجيو لهنا ما تيلقاوش خدمه، جايب كونترا مع ادمن جايه ما نعرف، تتجي الخدمه ما كتلقاش خدمه،
ما تنقول لك هادشي اللي كاين امام الاكثريه بلاد بلاد العام اللي جاو لهنا اكثريه كما تنقول لك راه قال امام اصحابي نوريك بلاشي انا نخرج للقهوه نوريك يعني كل وحده مع نلقى وحده وماما قالت لها مع لي زافريكان تاع العالم ما كاين لا سبليون لا لا اغتصاب لا يديك لا يخليك وي هادشي هي بارك الله فيك اخي محمد والله كنشكرك بزاف على هذا الفيديو على هذه الهضره اللي قلتي ولكن راك عارف راه الناس كتنوض ما عرفتش علاش كيديروا بحال هكا واش على قضيه ديال المالتراتو ما عرفتش واش على قبل الاوراق ما عرفتش علاش هذه قضيه المالتراتو هادو المغربيات هادو اللي كانوا قبل منهم وي فهمت وي واخا تقدر تورينا هذيك البلاصه انت تقدر تورينا خاي محمد تقدر تقربنا تما شي بلاصه فيها الفريز نشوفو تقدر تقربنا شي بلاصه فيها الفريز تما نشوفوها وريني وريني ارا نشوف ما كرهناش لا زيد قرب شويه نشوفو عافاك لا كتشوف الناس قدامك هنا في كامبو كنشوفهم كنشوفهم ولكن ما كرهناش نشوفو شو تقدر تدخلنا شي حقل ديال الفريز نشوفوه هنشوف ايه ايادي ايه قرب قرب نشوفه مزيان باش الخوت يعرفوا فين انت يا راه حيت انا ما كنشوف والو ورينا حيت كتطلع هي البلاستيك خص دور التليفون جيت الفريز نشوفوه المهم راك درتي اكثر من جهد ديالك اخي محمد انت حطيتي لنا الفريز قدام سميتو ها الفريز يا عباد الله شتا بارك الله فيك شتا صافي ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله شوف بارك الله فيك شوف القضيه ديال نهضروا شوف الا قدرتي انت تهضر مع الناس تمايا انت ماشي نقول لك انت هما كانوا هما ناس هما تفرجوا معنا هما انت هما خدامين هما اللي كلهم من يجي من رومانيا بلغاريا الناس كاين عايشين واقفين دوز نهضر معاه انا ندوز نهضر معاه Hola, buenas. Hola, buenas. Hola. Perdona, solamente te quería... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todas? Una pregunta, ¿le puedo preguntar algo? Que si te puedo preguntar algo... Pues mira, es que dicen que en Huelva hay mucho maltrato, hay mujeres que están maltratadas, que la están pegando, que la están violando, mujeres marroquíes, no sabemos, y también de otros países, no sabemos si eso es verdad o es mentira. ¿Qué? ¿Me has escuchado? ¿Qué?
que digo que dicen que hay muchas mujeres en Huelva, mujeres de otros países, que son violadas, que las pegan y todo. ¿Eso es verdad? ¿Pero eso es verdad o mentira? صافي بارك الله فيك، صافي راه سمعتك تقول لك نو ما كاينش هكشي مينتيرا. شكرا اخي محمد، بارك الله فيك. المهم اكتفوا بهذا القدر هذا، لان راه السيد عدبناه معانا. بارك الله فيك، صافي حتى العشية ان شاء الله بالليل. واخا بارك الله فيك، بارك الله فيك، شكرا بزاف اخي محمد. نعم فهمتي؟ نعم خاي انا ما في فين عندي هنا في كيس معاك ان شاء الله. بارك الله فيك اخي محمد، شكرا بزاف بزاف، هاني ما كاينش مشكل. شكرا بزاف بزاف. يلا المهم تهلا لي في راسك وبصحة فطورك. الله يعاونك، بالسلامة عليك. واو، المهم راه انتوما كتشوفوا، يعني طالما السيد ما قدرش يدخل معايا في الفيسبوك ويهضر معايا لا صوت لا صورة، فاضطريت ندير الطريقة هذه باش نقدر نهضر معاه. وسبحان الله، يعني ها انتم شفتوا الفريز، شفتوا الكامبو، تلاقى مع سبليونيات ومع رومانيات. قضية ما كيناش نصارى، هما انتم شوفوا كيفاش دايرين، يعني دريات الله يعمرها دار نصارى من بلغاريا ولا مع بولونيا وروسيا ورومانيا، قمة ديال الجمال، ما كاين حتى شي اعتداء، كل شيء كذوب، كلشي كيتعلق بالوراق. السيد مسكين من هو اللي كيهضر معايا في اللايف، باش ماشي حتى اللايف يعني واتساب مخربق، ولكن المهم على الاقل سمعنا الصوت ديالو، سمعنا الهضره ديالو. انا ما يمكنش لي غادي ندافع على شي حاجه لو ما كانتش بالصح، يعني غادي ندافع على، انا نعرف نصراني كيتعدى على مغربي وغادي نسكتو بطبيعه الحال، غادي نوضو غنغوتو وغادي تبان في التلفازه، لان التلفازه الاسبانيه كتفضح بزاف المشاكل. اكبر دليل ان كاع الرؤساء والزعماء والوزراء والاحزاب اللي كيدير شي بلان خايب ولا الفساد كيحصل كيدخل للسجن، هذه ما فيهاش هضره. ولكن من تكون العلاقه يعني مساله كتعلق ببنات البلاد المغربيات، كيقول لك اودي راه كيتعذبوهم، راه كيتكرسوا عليهم، لا حول ولا قوة الا بالله. هو مغربي عايش تما اكثر من 4 شهور مع نصارى يوميا، وكاين ادله ديال ناس اخرين، وكيقول لنا سيدي هاد العشيه مورا المغرب لا بغيتو نعاود ثاني نديرو لايف اخر ونهضروا مع الناس ونوريك هذوك العيالات اللي خدامين تما. يعني ما تقولوش حيت راجل غادي يدافع على الرجال، لا، ما كاين لا سبليوني، ما كاين حتى شي حاجه. مساله يعني غير الوراق، وحتى قال لك الوراق في متخلويد، يعني هاد الناس كاملين اللي جايين بالفيزا وبالكونترا راه ما كاينه كونترا، يعني قال لك راه ما لقاو خدمه، لان ما يمكنش غادي يدير معاك عقد ويجيبك تخدمي وفي الاخر ما تخدميش، اذا تما كاين شي حاجه. فكنتمنى ما نكونش كثرت عليكم بزاف، فعلا اليوم وعدتكم نديروا اللايف، ولكن كما قلت لكم راه السيد عنده ظروف، باش ما نطلعش انا كذاب ولا دري صغير لك، انا ما غاديش نجيب شي كلام جهه اخرى. ولا قلبتوا غتلقاو ان المجموعه ديالنا على الاقل كنقلبوا على الحقيقه والصراحه وكنحطوها لكم، ماشي واحد غادي يمشي يدير لايف ويقول لك اودي حنا سولنا بالتليفون، لا، السيد في البلاصه الفلان فلانيه وسط الفريز، هو عطانا بالشهاده ديالو ادله بالكلام اللي عنده، ويعني تصريحات، يعني سمعتوا كل شيء قال. فما نطولش عليكم، اصلا دابا خدام، اقسم بالله خدام، ولكن قلنا نديروا اللايف ونبقاو في الكلمه ديالنا. والعشيه ان شاء الله الى كان شي مستجدات وكان شي حاجه مع شي ناس اخرين ولا شي لايف مع الناس، عيالات كاع يكونوا ديال العاملات اللي كنتم بغاو يعطوني تصريحات، مرحبا نديروا اللايف ثاني ان شاء الله ونهضروا وتسمعوا ثاني كامل داك الشيء اللي كاين. والاخ محمد راه كاين، يعني اللي بغى يتواصل معاه يقدر يهضر معاه في الماسنجر ولا في اللايف ويتكلم معاه ويسوله وياكد، ياخذ من الرقم ديال التليفون ديالو ويهضر معاه مزيان. بارك الله فيك خديجة. لا لا، ما نشوفه، بارك الله فيك هذيك، يعني الله ربي يخليكم ليا، ولكن حنا مغاربه خصنا نوقفوا مع بعضياتنا وما نخليوش واحد الفئه ديال الناس توسخ السمعه ديالنا وتطيح اشاعات على بنات ولادنا، ان راه هما كيشدوهم كيغتصبوهم كيتكرفسوا عليهم كل شيء، يعني تافه لا اساس له، لا واقع له، لا صحه له. ولكن كنقولوا كاين المعقول وكاين الصراحه،
اعطيني شهاده ديال الدعوه قضائيه ضد الانسان اللي اعتدى عليك او لشي حاجه باش تقنعني ان فعلا تعدى عليك سبليوني. هذا ما كان المهم. تحياتي لكم كاملين. اللي بغى يبارطاجي اللايف يبارطاجي الفيديو، غنخليه بغيتو بارطاجي. المهم السيد انا راه بان في وجهو، سمعتو هضرتو ديال السيدات اللي كانوا تمايا، وشتو كلشي على عينيكم، واخا هو حاجه قليله بسيطه ما شناش كلشي، ولكن المهم على الاقل عرفنا راه الكلام كله كان اشاعات كاذبه. والسلام. المهم تحياتي للجميع، السلام عليكم، واللي بغى يبارطاجي سلام.